بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس قناة هاوس التكنولوجيا. في هذا الشرح سنتعرف على كيفية حل مشكلة عدم اتصال جهاز الكمبيوتر بجهاز كمبيوتر آخر على الشبكة المحلية. فكما نلاحظ في هذا الجهاز نستخدم الريموت ديسكتوب كونكشن للوصول إلى الجهاز ذو الاسم ديسكتوب المعروض أمامنا. طبعا يمكننا استخدام اسم جهاز الكمبيوتر أو يمكننا استخدام الـ IP address الخاص بالجهاز. لمعرفة الاسم الخاص بجهاز الكمبيوتر يمكنك الذهاب إلى المستعرض مثلا، ثم This Computer، ثم تضغط على Properties أو خصائص، ويظهر لك اسم الجهاز هنا، يمكنك نسخه وإرساله. طبعا الجهاز الظاهر أمامي مختلف عن الاسم الظاهر في الريموت ديسكتوب، لأن هذا الاسم هو يخص الجهاز الآخر والذي سأقوم بالاتصال به عن بعد. إذا نحاول الآن الاتصال بجهاز الكمبيوتر الآخر. كما نلاحظ أمامنا ظهرت رسالة خطأ تفيد بعدم قدرة هذا الحاسوب على الاتصال بالجهاز الثاني، ويطرح علينا ثلاث احتمالات لسبب المشكلة. السبب الأول وهو أن خاصية الريموت غير مفعلة على الجهاز الآخر، لنتأكد منها. طبعا سأدخل على الجهاز الآخر من خلال التيم فيور أو خلال برنامج الأني ديسك. يمكننا التأكد منها من خلال المستعرض، ثم الذهاب إلى Properties خصائص الكمبيوتر و System Protection، ثم تبويب ريموت، ونتأكد من هذه الخيارات المفعلة، الأول Low Remote، والثاني Low أيضا، والثالث، ثم نضغط Apply و OK. طبعا الخيارات مفعلة كما رأيتموها، لكن الاتصال فيه مشكلة. الاحتمال الثاني أيضا أو الثالث ممكن أن يكون مشكلة في خط الشبكة، هناك مشكلة في الشبكة مفصولة مثلا أو أنها غير مستقرة. طيب الحل الذي جربته أنا هو من خلال الجدار الناري للويندوز. فمثلا يمكنك الذهاب إلى الكنترول البانل، لوحة التحكم، ومن ثم تذهب إلى Windows Defender Firewall، ومن ثم نذهب إلى Turn Windows Defender Firewall On or Off، ثم نحدد الخيار الأخير Turn Off Windows Defender Firewall Not Recommended، أي أنه غير مستحسن، ولكني مضطر لأن أقوم بتفعيل هذا الخيار كي أتمكن من الدخول إلى سطح المكتب البعيد، ثم نضغط على OK. طبعا لدي أنا هنا خياران بنفس المسمى، هذا الخيار تابع للشبكة الأولى Private، وهذا الخيار تابع للشبكة الثانية Public. أنا أستخدم الشبكة Public على الجهازين معا، وأيضا نفعل الخيار الخاص بالPrivate. نخرج من الديسك ثم نجرب. كما نلاحظ تمت عملية الاتصال بنجاح، و تم عرض جهاز الكمبيوتر الآخر. كما نلاحظ الآن أنا أعمل على جهازين، هذا هو الجهاز الذي اتصلت فيه، وهذا هو جهازي الحالي. نسأل الله الفائدة للجميع، وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. نستودعكم الله في الدرس التالي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.